أهلا بكم مشاهدينا إلى برنامج الصحافة اليوم، ونتناول فيها أبرز ما جاء في الصحف المحلية وكذلك الدولية التي تطرقت إلى مستجدات الشأن اليمني. أهلا بكم. نيوز يمن أوردت العناوين التالية: الانسحاب التكتيكي، استراتيجية تدعم الحوثيين بالسلاح، الجامعات العامة والخاصة تحت قبضة الذراع الإيرانية، توقيع اتفاقية تأهيل وتعشيب ملعب ناصر سعيد الخليفي، جريمة اختطاف جديدة في صنعاء والضحية طالبة ثانوية، القاعدة في جزيرة العرب يعلن مسؤوليته عن إطلاق النار بقاعدة عسكرية أمريكية. وكالة خبر أوردت العناوين التالية: تقرير أمريكي، المجتمع الدولي يتجاهل الانتهاكات الحوثية وتوسعهم العسكري، قرار حوثي سري بالقبض على كافة القناصين في الجيش، بحث الترتيبات لافتتاح مركز إصدار الجوازات في مدينة الخوخة. وكالة الثاني من ديسمبر أوردت العنوان التالي: مقتل أكثر من 10 أطفال في منطقة واحدة في صفوف الحوثيين شرق صنعاء. عدن تايم طالعتنا بالعناوين التالية: صنعاء، ميليشيات الحوثي تنعش أسواق تجارة المخدرات والممنوعات في مناطق سيطرتها، تعقيدات تقف أمام تنفيذ اتفاق الرياض، مؤشرات على صعوبة المرحلة القادمة. محلل سياسي: جبهة نهمة ضمام الأخوان سلميا للحوثيين. بدعم من الإصلاح، الحوثي يعزز المنظومة الصاروخية ضد السعودية. الشرق الأوسط أوردت العناوين التالية: انقلابي واليمن يغرون الشباب برتب عسكرية لمواجهة فراغ الجبهات، ارتفاع في أسعار السلع وشحة السيولة وزيادة مهولة برسوم الحوالات، منعت تداول العملة الحديثة في مناطق الإنقلابيين يشل الاقتصاد اليمني، الجيش اليمني يستعيد مواقع في نهم ويسقط مسيرة حوثية جنوب الحديدة. إذن مشاهدينا الكرام، سوف نتحدث في هذه الحلقة حول ما طبعا تناقلته وسائل إعلام عدة حول افتتاح مطار صنعاء أمام الحالات الإنسانية، وسوف نتكلم في محورنا الثاني: الطلاب اليمنيون في الصين يناشدون السلطات إجلائهم. مشاهدينا الكرام، للحديث حول هذا الموضوع معي هنا في الاستديو الإعلامي الأستاذ مطهر الريدة. طبعا مشاهدينا الكرام، وسوف ينضم إلينا بعد قليل طبعا في محورنا الآخر أحد الطلاب العائدين من الصين، لكن قبل أن نبدأ هذا الحديث نذهب إلى هذا الفاصل ثم نعود. مساء الخير أستاذ مطهر الريدة، البداية معك. أستاذ مطهر مساء الخير. أهلا ومساء الخير. أهلا وسهلا. نعم، طبعا لو تحدثنا عن الحالات الإنسانية اللي طبعا تضررت بسبب إغلاق مطار صنعاء الدولي، وكمان صعوبة الرحلات التي تذهب بهم إلى سيئون أو عدن، ومشقة الطريق أيضا. نعم، أولا مساء الخير عليك وعلى المشاهدين الكرام. هذا الموضوع بالذات يعني يعتبر فاتحة خير على الأقل، يعني مواجهة على الأقل احتياجات المواطن اليمني البسيط الذي أنهكته آلة الحرب، وقرار فتح مطار صنعاء أمام الرحلات المدنية لإخراج المدنيين المرضى والمصابين والجرحى من اليمن للعلاج في الخارج أو للتداوي في الخارج أو لفتح يعني مسار أمام المدنيين في اليمن بلا يعني تميز ما بين الأطياف اليمنية بشكل عام، لأنه الموضوع موضوع إنساني وليس موضوع يعني حزبي ولا طائفي ولا سياسي، والمفروض أنهم يبعدوها يعني لا يسيسوا هذا الأمر بما يخدم الأطراف المتصارعة والمتناحرة في اليمن، فمصلحة المواطن اليمني فوق أي اعتبارات أخرى.
فيعني من خلال الأسبوع الماضي وعندما تم الاتفاق مع كل الأطراف من يعني من قبل الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والإغاثية مع الأطراف المتصارعة في اليمن الحوثيين والحكومة الشرعية بفتح مطار صنعاء أمام الرحلات المدنية للمرضى للتداوي في الخارج منذ أسبوع، وكان تحديدا اليوم هو انطلاق أول رحلات لمطار صنعاء. هل انطلقت أول رحلات اليوم؟ نعم، انطلقت أول رحلة اليوم قبل ساعات. نعم. يعني كانوا فيها 7 من المرضى ومعهم مرافقيهم 7 أيضا، وكانت متوجهة إلى دولة الأردن. نعم. كبادرة انفراجة للأزمة نوعا ما، وإعادة المفاوضات السياسية لحلحلة الأمور بشكل سلس وبشكل يعني هادئ، مع عدم التجني على حقوق المواطنين الإنسانية والمدنية التي يحتاجها المواطن اليمني، وأيضا التخفيف عن كاهل المواطن اليمني. وقد صرحت يعني الأمم المتحدة وأيضا المنظمات الإغاثية هي التي ستعمل على يعني الإشراف الكامل حول المدنيين الذين يعني يريدون السفر إلى الخارج. هنا حكاية الإشراف أستاذ مطهر. نعم. كان المفترض أن تكون الطائرة التي سوف تقل المسافرين طائرة اليمنية. نعم. ولكنه تم طبعا العرقلة من قبل الميليشيات الحوثية، وأيضا رفضت أنه يخضع المطار للتفتيش، بينما الآن استبدلت هذه الطائرة لتضمر طائرة أممية بدل أن تأخذ 30 أو أكثر، أخذت الآن هذه الطائرة الأممية 7 مع 7 مرافقين. طبعا في نقول هنا تضييق أكثر على المسافرين وكمان على المجتمع الدولي، وعدم تمكين ما الحالات الصعبة أو من يريد المغادرة المغادرة. نعم، هو طبعا لا زالت هناك المفاوضات لا زالت جارية حول استمرار الطيران ومن هي شركات الطيران التي ستعمل على نقل المواطنين المرضى من اليمن إلى أي دولة أخرى أيضا. نعم. وطبعا لا زالت هناك العديد من الأمور الاستفهامات الكثيرة التي لم تصلنا بعد حتى هذه اللحظة حول يعني نوعية الناس اليمنيين أو المدنيين الذين سيتم إخراجهم من مطار صنعاء. نعم. هل هم يعني جرحى أم مرضى أم يعني مقيدين أسماءهم قبل فترة معينة، وهل دراسات حالتهم بشكل عام، ولا الموضوع يعني جزافا يعني يذهب من ذهب ويخرج من خرج. فهناك العديد من الأشياء التي لا زلنا إلى الآن نبحث عن الحقائق الواضحة لهذا الأمر، ومع أن يعني تقول الأمم المتحدة أن هناك أكثر من 170 يعني شخص سجل في قوائم الانتظار لإخراجهم من اليمن وهم مرضى أو جرحى، لكن يعني هذا العدد أو هذا الرقم يعتبر قليل جدا يعني من الكارثة والحجم الكارثي الإنساني الذي يعني الذي أصيب به المواطن اليمني في اليمن، لأن المعروف أن خلال 5 سنوات يعني هناك كارثة طبية وصحية كبيرة جدا في المستشفيات اليمنية. لا تنسى أستاذ مطهر كمان أنه ما في الجوازات. هذا الأمر الآخر، يعني أن أيضا يعني إصدار الجوازات أيضا يعني غير متوفر، وهناك يعني توجيهات رئاسية من قبل الحكومة الشرعية بعدم الاعتراف بالجوازات التي تتم إصدارها من قبل الميليشيات الحوثية، وأيضا يعني صعوبة الوصول إلى مطارات زي مثل مطار سيئون ومطار عدن أيضا في نفس الوقت. خلال 5 سنوات هذه كانت هناك يعني مجموع كبير جدا من المجتمع اليمني يعني ضاق بهم الحال والمآل من الناحية الطبية والناحية الصحية، وبالتالي هذه الأعداد التي يعني تم يعني إظهارها من قبل الأمم المتحدة ومن قبل المنظمات الإغاثية والإنسانية أعتقد أن فيها يعني نظر وفيها شك في هذا الأمر،
لأن كثير من اليمنيين وخصوصا يعني الطيران اليمنية الذي يعني هو العامل الآن في مطارات عدن ومطار سيئون، يعني رحلاته مليئة بالمواطنين الجرحى أو بالمواطنين المرضى وبالمواطنين المسافرين او الهاربين من آلة الحرب في الداخل. برأيك اصدار قرارات يعني او جوازات بالاصح من الخوخة، هل سيساهم ذلك ايضا في تخفيف العبء والتسهيل على الناس؟ هو طبعا بكل المقاييس المواطن اليمني هو الضحية في هذا الامر بالذات، لان هناك المفروض انه يتم يعني عمل على استيفاء كافة الشروط الأمنية لإصدار الجوازات، يعني إصدار الجوازات ليس إصدار محلي، هو إصدار عالمي ودولي، فبالتالي المعلومات التي يتم إدخالها لأجهزة يعني إصدار الجوازات مراقبة دوليا، فبالتالي أي دولة من الدول التي يتم إدخال المواطن اليمني عبر جوازه لابد أن يكون من الناحية الأمنية مرغوب به، فبالتالي الضرر لن يكون فقط على المواطن اليمني فقط، سيكون أيضا على الدول التي سيغادر إليها. فإذا كانت الأمور بهذا الشكل وبهذا النسق لابد من إيجاد آلية يعني عملية مريحة للمواطن اليمني وخصوصا في المناطق التي يسيطر عليها الحوثي وأدواته المؤسسية التي هو مسيطر عليها، خصوصا مركز إصدارات الجوازات والبطائق. فبالتالي لابد من إيجاد آلية سريعة ويعني وخفيفة وأيضا قريبة لإصدار هذه الجوازات، لأنه المواطن اليمني بيذهب إلى الخوخة ويذهب إلى مأرب ويذهب إلى عدن، يعني المسافة من صنعاء أو من مناطق الشمال إلى أن يصل إلى مأرب يعني تكلفه أشياء كثيرة، إضافة إلى المبالغ التي يعني يدفعها لاستصدار جواز سفر، يعني يعتبر رخيص ولكنه يدفع مقابلها بمئات أضعاف قيمتها. نعم. بالنسبة الآن للمجتمع الدولي وهو يعني بيتابع ما يحصل الآن من أول انطلاقة الرحلة من مطار صنعاء الدولي بشكل إنساني، فيها تقلص العدد حتى وصل إلى 7 مع احتياج الكثير من كانوا سواء جرحى، إذا كانوا كمان من الأصحاب أمراض المستعصية أيضا والتي يصعب علاجها في اليمن بسبب طبعا نقص الأدوية وكمان تردي الأوضاع الصحية بشكل كبير. برأيك لا يتدخل المجتمع الدولي الآن لفرض على الأقل عقوبات لأي طرف يعرقل تسيير هذه الرحلات الجوية؟ هو بلا شك مثل ما ذكرت لك سابقا أن المنظمات الدولية والأمم المتحدة هي المعنية بعملية المراقبة لهذه التسيير الرحلات وفتح مطار صنعاء، وبالتالي هي المعنية أيضا بفرض أي عقوبات تتم من ناحية أي شخص معرقل لهذه الرحلات، وإذا تمت تسيير هذه الرحلات بشكل منتظم خلال 10 أيام الآتية بشكل رسمي وبشكل منتظم من دون أي مشاكل إجرائية ولا أي مشاكل أمنية. يعني مثلا خلال 10 هذه الأيام أو أنه بنشهد مثلا أنه يكون هناك في رصد وأنه قد ربما تكون هذه الرحلات لفترة بس نتكلم عنها وبعدين ترجع تختفي من أول وجديد؟ هو الذي يعني أريد أن أقوله أن هذه الرحلات حتى خلال 10 أيام هذه هي تكون عبارة عن إثبات حسن النية للأطراف المتصارعة سواء من قبل الحوثيين أو من قبل أي جهة أخرى يعني تعمل على عرقلة هذا الملف أو تستغله استغلال حزبي شخصي لمصالحها ومصالح أفرادها فقط. فنخشى أن يكون الـ 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 يعني الجماعة الحوثية أو يعني تعمل على زج أفرادها وإخراجهم وإدخال أفراد آخرين لهم سواء كانوا يعني من الداخل أو من الخارج وتسييسها بهذا الشكل، ونخشى أيضا من الجانب الآخر أن تسييس عملية إخراج المواطن اليمني الجريح أو المريض بشكل حزبي أو بشكل طائفي أو بشكل يعني عنصري. فخلال هذه 10 أيام ستتضح الرؤية
ثم بعد ذلك إذا ثبتت حسن النوايا للأطراف المتصارعة فبالتالي نحن نشد على أيدي المنظمات الإنسانية والإغاثية والأمم المتحدة أنها تفتح المطار. يعني لا نريد تضييق الخناق على اليمنيين، يكفيهم ما تضييق خناق. إذا فتحت المطارات وفتحت أمام المواطن اليمني يعني الإنقاذ نفسه، هو لا يريد شيء أصلا المواطن اليمني، هو سيدفع من جيبه، ولكن يعني يترك له المجال ويفتح له الأجواء لكي يخرج، لكي يتعالج في الخارج، يتعلم، يعني يبحث له عن مصدر رزق إذا كان مصدر رزقه قد انقطع في اليمن. فهذه يعني يعتبر من الأشياء الإنسانية المفروض أن نحن نشد على أيديهم، لكن تكون بشكل سليم وشكل يعني محايد لا يخدم طرف معين بحد ذاته. إذن شكرا جزيلا لك الإعلامي مطهر الريدة لمشاركتك لنا، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا. إذن مشاهدينا الكرام، لا زالت حلقتنا مستمرة في محورها الثاني. طبعا مشاهدينا الكرام، سوف نتحدث في هذا المحور حول الطلاب اليمنيين في الصين، ماذا قدمت لهم الدولة، مناشدتهم أيضا لإجلائهم. مشاهدينا الكرام، للمزيد أيضا لكن بعد هذا الفاصل. منظمة الصحة العالمية تسليم كواشف فيروس كورونا لمصر خلال ساعتين. الصحة العالمية مصر بلا كورونا، والحجر الصحي يستقبل 306 مصريين من الصين. الصحة العالمية مصر من أوائل الدول المستفيدة من كواشف تشخيص حالات كورونا. رغم ارتفاع عدد الوفيات بسبب كورونا، مصرية ترفض مغادرة بكين خوف على أهلي وثقة في الصين. طلاب يمنيون في وهان للجزيرة نت، الهواجس تقتلنا 1000 مرة في اليوم. طلاب اليمن في الصين يناشدون الحكومة سرعة إجلائهم. مشاهدينا الكرام، طبعا هناك تساؤلات عدة، منها أنا أتساءل شخصيا من هو وزير الصحة الذي لا نعرف حتى عن اسمه، أين هو وزير الصحة؟ طبعا قد ربما نسمع أنه وزير الصحة يكون في هذه الحالات أنه متابع أول بأول لأبناء بلاده، لأبناء الجالية اليمنية في الصين، يتابع كما يتابع وزراء الصحة في كل الدول الأجنبية وكذلك العربية لإجلاء أبناء بلادهم. لكن وزير الصحة اليمنية، وزارة الصحة اليمنية لم تقوم بإجلاء الطلاب اليمنيين، لم تقوم بالسؤال عن الطلاب اليمنيين، بل وأجزم منها أنها لا تعرف عدد الطلاب اليمنيين في الصين. طبعا البالغ أكثر من 3000 طالب يمني. إذا مشاهدينا الكرام، الآن ينضم إلينا عبر الهاتف من الصين، من المنطقة الأخطر فيها وهي ووهان الصينية، معي المهندس نبيل فهد، نبيل الطويلي. فهد مساء الخير. فهد، فهد تسمعني؟ نعم أسمعكم. شكرا لقناتكم نعم. نعم فهد تفضل، لو توصف لنا الآن حالتكم أنتم في ووهان، الطلاب اليمنيين كيف وضعهم؟ 170 طالب في هذه المقاطعة، كلمنا عنهم. نعم شكرا لقناتكم ولكل شخص أثار وتفاعل مع قضية من الإنسانية البحتة. طبعا احنا الطلاب اليمنيين والجاليه اليمنيه في مدينه ووهان الصينيه نعيش حاله من الخوف والهلع، يعني بسبب يعني تفشي هذا الفيروس، وكذلك يعني عدم صرف مستحقات الطلاب وعدم يعني مساعده عادله لهؤلاء الطلاب. طبعا الفتره الاخيره تفشي وباء الكورونا، يعني تم اغلاق المقاطعه كامله. هذه المقاطعه يسكنها 65 مليون نسمه، اكثر من 10 مدن داخل المقاطعه. لذلك تم عزلها تماما على العالم الخارجي، يعني توقفت الخدمات فيها، المطارات، القطارات، الباصات، حتى المطاعم.
يعني ممنوع دخول او خروج اي مواطن من المدينه. طبعا في هذه الحاله قامت كل السفارات ووزاره الخارجيه في العالم سواء الاسيويه ولا الاوروبيه ولا الافريقيه حتى العربيه باجلاء كافه رعاياها وكمان طلابها. بالامس يعني تم اجاء طلاب المصريين يعني لم يتبقى بصراحه الا الجاليه اليمنيه في اوهان. يعني بصراحه عايشين وضع خطير وقلق وصعب حتى على مستوى توفير متطلبات يعني الحياه اليوميه. يعني ما في معنا توفر يعني معونه ماليه ولا فلوس ولا كمان محلاتنا مغلقه شبه مغلقه. يعني منطقه اشباح يعني جميع الطلاب يعني الطالبات خايفين على انفسهم من العدوى والمرضى والمرض هذا. طيب نعم. عدد الطلاب والطالبات نعم على الطلاب والطالبات اليمنيين الان في هذه المدينه في بؤره مدينه اوهان منطقه الاكثر خطوره في الصين. نعم. عدد الطلاب والطالبات 181 طالب وطالبه يعني يدرسون بكالوريوس وماجستير ودكتوره. نعم. من اطفال يعني وطالبات وعوائل. يعني والحمد لله الى حد الان لم ترد لنا اي اصابه من طالب يعني يمني. كان بالامس اصيب طالب فلسطيني وقبل امس يعني تم اصابه 4 طلاب باكستانيين في الجامعه المجاوره لنا. الوضع جدا جدا خطير. نبيل طبعا فهد يعني نعم فهد هل بيتم تواصلت معكم نعم. السفاره اليمنيه تواصل معكم احد من وزاره الصحه اليمنيه اي حد من الجانب الحكومي؟ اختي الكريمه احنا الان نطالب مبعوث الجمهوريه نطالب ناشد يعني من رئيس الجمهوريه من ال يعني رئاسة الوزراء وزير الخارجية السفير رجال الأعمال أي أشخاص ينقذونا من الوضع الكارثي الوضع المخيف الذي نحن نعيشه هنا. يعني حتى نناشد يعني المنظمات الإنسانية أشقائنا العرب يعني بسرعة النظر يعني في القضية تبعنا. يعني في الفترة الأخيرة بصراحة تواصلنا مع السفارة يعني السفارة اليمنية في بكين طلبوا مننا فجر نتبع النصائح التي نزلت الحكومة الصينية. يعني النصائح هي عدم الخروج من السكن اللي واحد جالس فيه وعدم الاختلاط ويعني ولبس الماسكات واللي عليها. أما وكما رفعنا مذكرة إلى وزارة الخارجية رفعنا مذكرة لوزارة الخارجية بتشمل جميع الطلاب والطالبات والعوائل الموجودة بالمدينة أوهان. لكن للأسف يعني إلى حد الآن سادة الكريمة ليس هناك أي رد شافي إلى الآن. هناك عبارة عن حالة إعلامية لكن ليس هناك تحرك على أرض الواقع. نعم وإحنا طبعاً يعني هناك طلاب نعم نعم هناك نعم يعني حتى صرفوا لنا عباره عن مساعده ماليه يعني تفضل يا استاذ. طيب من اللي صرف لكم المساعده الماليه يعني اشخاص او جهات من الحكومه او من؟ لا بصراحه بعض الطلاب هم تبع الحكومه الصينيه منها حكومه الصينيه. أيوة. ومعظم الطلاب اليمنيين من الحكومه اليمنيه. الحكومه اليمنيه الى حدك والان لم تصرف مستحقات الحكومه الطلاب اليمنيين ولكننا نطالبهم في هذا الظرف العاجل بصرف يعني مساعده ماليه لجميع الطلاب المكونين من 181 طالب وطالبه في هذه المدينه. يعني اختي الكريمه الوضع جدا كارثي. الشوارع شبه خاليه. كل شيء الحركه هنا معدومه. الحكومه الصينية يعني نشكر الحكومة الصينية لما تقوم به بدور جبار في الحد من انتشار الوباء والاعتناء بصراحة بنا يعني ما تقصر معنا. نعم. ولكن يعني نتمنى الفزع من أهل اليمن. يعني احنا طلاب هنا بصراحة أختي الكريمة احنا يعني لا ننتمي إلى أي حزب أو أي فصيل سياسي أو أن نتدخل بالسياسة خالص أبدا. احنا فقط عبارة عن طلاب بعد حالنا ولا نريد يعني ننتقد أو نهاجم أي شخص. فجأة صرف مساعدة مالية للطلاب الحاليين الآن موجودين
في مدينة أوهان الذي يبلغ عددهم من حقكم يا فهد من حقكم من حقكم المساعدات تصرف لكم ومن حقكم أيضا إجلاءكم والمحافظة على سلامتكم وصحتكم. أنتم ذهبتوا للدراسة من أجل اليمن وكمان يعني حقكم على اليمن وعلى الحكومة اللي ماسكها الآن زمام البلد أن هي تقوم بإجلائكم كما حصل ب 2011 ما يسمى بثورة ما حصلت من أزمة وثورة الربيع العربي. توجه الشهيد الزعيم علي عبد الله صالح أسطول يمني أسطول فوق الأسطول اليمني لأبناء اليمن إلى مصر لخروجهم بسلامة. فهذا هو من حقكم. وأوجه سؤالك هنا إلى الشخص المختص في وزارة الصحة اليمنية الدكتور عبد الرقيب. الدكتور عبد الرقيب أنت معي؟ نعم دكتور عبد الرقيب أنت في وزارة الصحة. ما هو اللي عملتوه للطلاب في الصين؟ هناك أكثر من 3000 طالب في الصين يعيشون ظروف سيئة نفسية وصحية ومالية في غاية الصعوبة. كل دول العالم أجلت أبنائها وطلابها إلا اليمن. أين أنتم؟ الحديث كورونا اليوم وباء كورونا هو حديث العالم ويشغل العالم بيجمع، وهناك تحركات سواء من قبل رئاسة الدولة أو من الحكومة. اليوم تم عقد اجتماع مع وزارة الصحة العامة والسكان ووزارة التعليم العالي والوقوف على وضع الطلاب اليمنيين في الصين، وقد تم تجهيز في مطار عدن غرفة لفحص القادمين من الصين وتقديم الرعاية الصحية الأولية لهم. أيضا هناك تم تجهيز عدد من المراكز الطبية في المحافظات، وهناك عدد كبير في الصين طلاب يمنيين، لكن المشكلة هي في مدينة ووهان. مدينة ووهان هذا هي المدينة التي انتشر فيها الوباء. نحن ندعو أبناءنا الطلاب وإخواننا إلى البقاء في ووهان حتى تستكمل الإجراءات، سواء لنقلهم أو النظر في الكثير من الحلول التي ممكن أن تظهر خلال الساعات القادمة. طيب ولمن بتجهزوا اللي بعدن؟ نعم، لمن بيتم تجهيز هذا الحجر الصحي في عدن؟ هل هناك الآن أسطول طيران بيتحرك ويذهب يأتي بينهم على الأقل من مناطق أخرى؟ هناك جهود كبيرة تبذل من قبل وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، حيث تم تجهيز عيادة وغرفة حجر صحي في المطار، وهناك رفع الجاهزية بالمحافظات. كل الوافدين يتم فحصهم. طيب هذا تجهيز للوافدين الآن، الوافدين أين هم يا مركز عزل؟ نعم دكتور عبد الرقيب، أين الوافدين؟ متى سوف يتم الذهاب لإحضارهم؟ خلال الساعات القادمة سيتم الإعلان عن موعد نقل الطلاب إلى اليمن إن شاء الله. هناك ترتيبات جارية تقوم بها الحكومة، وليست هذه مسؤولية وزارة الصحة. مسؤولية وزارة الصحة هو هي مسؤولية وزارة الصحة وزارة النقل كمان. إذا وصل هؤلاء العدد من الطلاب كيف سيتم استقبالهم وكيف سيتم فحصهم وإجراء السلامة إليهم؟ نعم. واحتضانهم لمدة أسبوعين إلى 20 يوم بحيث يكونوا قيد المراقبة ويكونوا إن شاء الله تحت طاقم طبي يقدم الخدمات والرعاية الصحية الأولية لهم. نعم، ابقى معي الدكتور عبد الرقيب المجيدي وكيل وزارة الصحة. الآن طبعا معي ضيفي هنا في الاستديو أحد الطلاب القادمين من الصين لؤي علي الحيمي. مساء الخير. اهلا وسهلا. نعم وحمد لله على السلامة يا لؤي. الله يسلمك. طبعا لؤي هو طبعا طالب يمني في الصين، لكن طبعا لم تقوم الدولة بإخراجه وإنما خرج على نفقته الخاصة. طبعا اشرح لنا الوضع، كيف كان لؤي أثناء خروجك من الصين وأي المقاطعات كنت؟ حقيقة أننا كنت في مقاطعة جاجيان، حاولت كذلك يعني الخروج إلى يعني إلى الشارع لكي تبضع بعض الحاجات أو شيء،
هناك حصار من قبل الناس، ممنوع الخروج من السكن الخاص، هناك حجز صحي في شقتك او غرفتك. فتواصلت مع الشرطة وسافرت الى محطة القطار ووصلت الى المطار ومن ثم الى القاهرة. حقيقة عندما خرجت الشوارع يعني خالية وكأنها مدينة أشباح، لا وجود لا البشرية والوضع صعب هناك. نعم. طيب لؤي، مثلا هناك لما أنت اتصلت بالشرطة، هل عملوا مثلا فحوصات معينة بالشارع؟ الفحوصات كانت في المطار، أين كانت بالضبط؟ نعم، كانت الفحوصات يجروها على المنافذ في كل منطقة، وكذلك عند محطات القطار والمطارات، فحوصات لدرجة الحرارة و يعني فحوصات من أجل فحوصات من أجل عرض الفيروسات. نعم. طيب الآن وبعد ما خرجت بالنسبة كطالب يمني، كيف بقية الطلاب اليمنيين؟ هل بتتواصل الآن معهم هناك في الصين؟ وكيف وضعهم؟ نعم، نتواصل معهم. كذلك الحكومة الصينية تتساهل معهم وكذلك ترفع معنوياتهم. نعم. في ظل غياب الحكومة اليمنية. نعم. وليس لديهم أي خبر من الحكومة اليمنية، لا أجلاء ولا شيء، هم فقط هناك محاصرين. الحكومة الصينية ترفع معنوياتهم وتتواصل معهم وكذلك تمدهم بالمعونات لبعض الطلاب. نعم. يعني برأيك والطالب اليمني وبهذا الشكل يعني يصارع الموت في بلاد الغربة بدون اهتمام من بلادي، بينما الدول الأخرى تهتم بأبناء جاليتها، كيف تحس أنت هناك يمني؟ والله نناشد رئاسة الجمهورية ممثلة بالرئيس عبد الرب منصور هادي، ونناشد الحكومة اليمنية بالنظر إلى الطلاب اليمنيين. هناك طلاب يدرسون على حساب الحكومة ولا توصل لهم معوناتهم ومستحقاتهم اللي حق المنح، وكذلك يجب على الحكومة أن تمدهم بسرب من الطائرات. هناك حوالي أكثر من 3000 طالب، وكذلك عدد من التجار ورجال الأعمال والعاملين هناك في الصين. نعم. ابقى معي لؤي. الآن أعود مرة أخرى إلى وكيل وزارة الصحة الدكتور عبد الرقيب. دكتور، سمعت مناشدات لؤي من هنا في الاستديو، يناشد لزملائه في الصين وأبناء بلده، كمان فهد معنا كان يعني عبر الهاتف ناشد أيضا بسرعة التدخل لإنقاذ حياتهم. أنتم هنا كوزارة صحة هل توجهون الآن في حالة الطوارئ وتكون هناك غرفة عمليات، تقومون بعمل خط مع وزارة النقل من أجل تيسير وسهولة عمل على الأقل أسطول أو استئجار أسطول، سواء عربي سواء أي دولة ممكن تتطوع، حتى رجال أعمال، ونقل هؤلاء اليمنيين وإعادتهم إلى اليمن أو إلى مكان آمن؟ أختي الكريمة، بداية أحب أن أوجه كلام إلى القنوات وإلى وسائل الإعلام. نحن اليوم نتعامل مع حدث عالمي كبير، وللأسف كثير من الإعلاميين وكثير من المؤسسات الإعلامية اليوم تثير الضجة والسخط وتجعل من الهول، وكأن أنت تعرفين اليوم قدرات وزارة الصحة العامة والسكان وقدرات الحكومة الشرعية والمرافق الصحية وإمكانيتها وعدد الأوبئة المنتشرة اليوم في اليمن. اليوم الوباء في منطقة معينة من أوهان، والسلطات الصينية تقدم الرعاية الصحية على أكمل وجه، وهناك حجر صحي على هذه المقاطعة. يفترض أن نتعامل بعقل وبدون عواطف. صحيح أن هذه مسؤولية الحكومة على أن تقوم بنقل الطلاب اليمنيين وإجراء السلامة ووصولهم، لكن هناك اليوم نحن نتحدث عن واقع. هذا الواقع يقول أن هناك اليوم إمكانيات ضعيفة لمقدرات وزارة الصحة،
ومع ذلك نحن نتعامل بمسؤولية عامة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والمنظمة العاملة في الصحة. اليوم لو رأينا هناك إجلاء بعض الدول لعشرات الأشخاص في إجلاء 3000، نحتاج في اليمن إلى مراكز إيواء. هذه المراكز ستكون معزولة، كل طالب يكون لديه غرفة، هناك طواقم طبية ترافق هذا العدد الكبير. اليوم المرافق الصحية هي في الأساس بما يتجاوز أكثر من 70% تحت سيطرة الميليشيات الانقلابية. هناك جهود تبذل على أن يتوزع هؤلاء المرضى الذين سيعودون، الطلاب الذين سيعودون إلى اليمن في المحافظات، وهناك غرفة طوارئ تقوم، وهناك الإدارة الاستجابة المباشرة لتقديم الخدمات والرعاية الصحية اليوم في انعقاد مستمر. وهناك أيضا الحكومة في على تواصل مع الأشقة، وعلى تواصل مع أيضا في اجتماع مع وزارة الصحة وزارة التعليم العالي. يفترض أن يكون الخطاب الذي سيخرج من القنوات ومن الإعلاميين أن يهدئ من الهول ومن روع الطلاب، بحكم أن اليوم السلطة الصينية تقدم الرعاية الصحية، وهناك اليوم نقوم على استعداد على طيب يا دكتور نعم كمان هناك نقلهم إلى اليمن. نعم. دقيقة كمل لك يا أستاذ. طيب تفضل. يتم نقلهم إلى اليمن ويكون هناك حقيقي لمواجهة هذا الوضع. فيما لو إذا قدر الله وصل هذا الوضع إلى اليمن وانتشر، إمكانيات اليمن أنت تعلميها اليوم لن نستطيع أن نواجه، فما بالك لن نستطيع أن نواجه حمى الضناكو، حمى الكوليرا، أن نواجه كورونا. وهناك اليوم الصين اليوم تعلن على أنها عاجزة أمام هذا التحدي، لكن نحن اليوم نقوم بدورنا، وهناك اليوم استعداد كبير من قبل كل الأجهزة. دكتور عبد الرقيب أنا بتكلم هنا، نعم بتكلم هنا عن نقل المواطن، بتكلم عن نقل الطالب اليمني، ما بتكلمش عن مكافحة الفيروس وعلاجه. اليوم هناك سخط دقيقة يا أستاذة، هناك سخط من الإعلاميين يوجه اليوم، صحيح أن هذا الظاهرة لابد، لكن لم أن يكون لابد أن معرفة ما هي قدراتنا، هل نحن قادرين على استيعاب هؤلاء الناس أم لا. ومع ذلك هناك جهود، نحن نقول لكم هناك اليوم فرق صحية، هناك اليوم عيادات في المطار، هناك طواقم طبية، هناك تدريب أيضا حتى لفرق طبية للتعامل مع مثل هذا الوباء، هناك تثقيف صحي، هناك اليوم استعدادات في كثير من المحافظات. نتمنى أن تساعدونا من خلال هذه الوسائل الإعلامية لتطمين الطلاب أن يظلوا في أمان حتى يتم إبلاغهم والتعامل معهم. أيضا تستطيعوا أن تخاطبوا الحكومة، لا أن تزيدوا من إثارة السخط والهلع. بالعكس يا دكتور، إحنا بنقدم إحنا بنقدم هنا رسالة إلى الطلاب اليمنيين، رسالة اطمئنان، لكنه بالأخص هنا رسالة عتب لكم أنتم. كانت في 2011 لما حصل اللي حصل، تحركت أساطيل يمني وجابت الطلاب من مصر، وتحركت أساطيل حتى أنه الشهيد استأجر طيران الماليزية وتحرك وجاب الطلاب اليمنيين. يعني إحنا هي مسألة نقل الطلاب اليمنيين السليمين وفحصهم، هذا ما بيكلفش الدولة، يعني ما في واحد عمل عملية بواسطة $50,000، يعني مش مشكلة. خلال الساعة القادمة إن شاء الله ستسمعين مصدر رسمي يتحدث عن إجراءات ستقوم بها الحكومة الشرعية إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا جزيلا لك الدكتور عبد الرقيب المجيدي وكيل وزارة الصحة. أعود لك لؤي، بالنسبة لحالة اليمنيين هناك وهم بيعيشوا هذا الوضع، كيف كانت حالتهم؟ كيف كنتوا مثلا تتكلموا مع بعض، وأنه خصوصا أنه ما فيش خدمات أو الخدمات يعني صعبة المنال؟ حقيقة في أول الأمر يعني كنا نتعامل مع الأمر بسهولة، لكن عندما وصلتنا التحذيرات من الحكومة الصينية نعم فبدأنا بالحرص ولبس الماسكات وكذلك التحصن. فالآن الوضع أصبح أخطر، وكذلك كما سمعتي نناشد الشرعية ورئاسة الجمهورية بنقل الطلاب من إلى خارج الصين. الوضع صعب مأساوي. رأيك يعني نقل الطلاب بيساعد يعني بيخفف الحالة؟ ماذا؟ يعني نقل الطلاب الآن من الصين إلى اليمن
بيخفف حالة الخوف لديهم، لأنه في طلاب كثير بيقولوا لنا إحنا بنموت باليوم 1000 مرة، يعني كل واحد خايف متى يجي دوره. أكيد، لأنه الوضع مأزاوي، الناس يموتوا هناك، وباء، هذا وباء قاتل ومنتشر بين الناس. يعني أصبح كما قال زميلنا اللي في ووهان، حالة من مواطن طالب فلسطيني، نعم، وكذلك طالب جزائري كما أعتقد. نعم. طيب لؤي، نعم، لمن توجه رسالة أخيرة وكلمة أخيرة؟ أوجهها إلى وكيل وزارة الصحة، أوجهها إليه وأقول له نطالبكم بنقل الطلاب من الصين إلى اليمن، مش تعمل لي حجر صحي وما فيش، ما تنقلهم الطلاب الآن حانبين هناك. الحكومة الصينية كذلك تساهلت في هذا الأمر بفتح المجال لسحب الطلاب الأجانب. نعم، وطبعا اليمنيين يعني كغيرهم يستحقوا أنه فعلا دولتهم تهتم فيهم وتقوم بإجلائهم وإخلائهم إلى ظروف آمنة. إذن مشاهدينا الكرام، شكرا جزيلا لمن كان معي، أنا نسيت ما أشكره، هو المهندس اليمني من أوهان الصينية فهد نبيل الطويلي، وأيضا أشكر الدكتور عبد الرقيب المجيدي وكيل وزارة الصحة لسعاد صدره، لو تعاملنا عليه قليل لكنه من عتبنا عليه، وأيضا أشكر هنا الطالب لؤي علي الحيمي، وحمد الله على السلامة، وسلامة لكل الطلاب اليمنيين، وإن شاء الله نحن متواصلين ومتفاعلين معكم ومع أخباركم. كان الله في عونكم أذكر مشاهدينا الكرام، حتى الملتقى أترككم في أمان الله وحسن عنايته.